السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. من هنا هذا النهر أو هذه الترعة أو زي ما تسموها تندفع ويندفع معها الماء الذي هو نتاج الأمطار التي تنزل من السماء. ترى ما دور الآباء والأمهات في تربية أبنائهم على تحمل المسؤولية وعلى القدرة على مواجهة الصعاب؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. كتير من حضراتكم بيسأل هذا السؤال، وإحنا في مقرر التربية الوالدية لماذا لا يتحمل الأبناء وهم كبار مسؤولية البيت لما تحصل ظروف للأب، لما تحصل ظروف للأم، لما تحصل ظروف للعائلة؟ عارفين ليه؟ لأن حضرتك وهو صغير، وهو طفل صغير عنده سنتين وثلاث سنين، حضرتك ما كنتش بتعلمه أنه يتحمل مسؤولية نفسه وأنه يبدأ يبادر. كل ما يجي يعمل حاجة تقول له بس حبيبي خليك في جنب، خد جنب، اسكت، اوعى تعمل، اوعى كذا. الخوف المفرط من الآباء تجاه أبنائهم في تصرفاتهم يدفع الأطفال إلى الاتكالية وإلى الخوف. الأمر الثاني، الإغداق المفرط على الأبناء، كل حاجة الولد محتاجها بتعطاها له، يطلع غير متحمل المسؤولية، يطلع غير قادر على أن يدير حياته، يطلع غير قادر على أن يضبط نفسه كما تنضبط المياه الآن بين دفتي هذا النهر اللي حضراتكم شايفينه ورايا. ما المطلوب من حضراتكم؟ أولا في غياب التدليل المفرط فأنت قد تكون أب ناجح أو أم ناجحة. اثنين، في غياب الإغداق وتلبية الطلبات في كل وقت أنت بتلبي الطلبات، هذا أمر أيضا مش محمود ويؤشر إلى شخصية اتكالية وشخصية سلبية. الأمر الآخر، غياب ثقة نفسك والثقة بنفس حضرتك، وإن ما عندكوش ثقة بنفس ببعضكم في داخل البيئة يؤدي إلى هذا الأمر. وجود الطفل في بيئة عدوانية أيضا يؤشر على غياب تحمل المسؤولية وغياب قدرته على أنه يبقى إنسان بيعبر عن مشاعره. المدرسة اللي بتعلم الولاد بأسلوب الحفظ وبالتلقين وأنه يسمع ويجاوب ويقول اللي بتقله، هذه مدرسة أضافت إلى دور الأسرة السلبي دور سلبي آخر. الإعلام اللي بيؤشر إلى ميديا وإلى دراما لا تعلم الأبناء على تحمل المسؤولية ولا تعلم الأبناء كيف يتعاملوا مع صعوبات الحياة، هو أيضا مؤشر إضافي إنك تطلع شخصية هامشية. هنا نذهب إلى الجانب الإيجابي في هذا المجتمع اللي إحنا موجودين فيه الآن. الجانب الإيجابي في تربية الأبناء إنه بتعلم إزاي ينظف سريره، إزاي يرتب مكانه، إزاي يروح الحمام ويستخدمه استخدام إيجابي، إزاي يعتمد على نفسه، إزاي يشيل أدوات الطعام وهو داخل المدرسة بنفسه وهو ما زال طفل في الابتدائي أو الروضة، وبالتالي يتحرك ويتعلم، مش كل حاجة بتجيله على الجاهز. هنا ده معيار مهم جدا لتحمل المسؤولية. روحوا حضراتكم تعالوا معايا نزور أي مدرسة وقت البريك، هتلاقي الأطفال وهم صغيرين جدا شايل الطبق بتاعه بيتحرك، لو غير قادر على أنه حد يضع له أنه يضع بنفسه الطعام تلاقي في واحد أو واحدة كبيرة هي اللي بتحط له. في حاجات مسموح له أنه يمد إيده وياخد منها طالما لا يهدد نفسه ولا يؤدي ذلك إلى الفوضى في المكان. تدريب الأبناء على هذا الأمر يؤدي إلى تحمل المسؤولية. لو طبق اتوقع من ولد واتكسر على طول فورا ياخد جنب ويبدأ المحيطين يبدأوا يساعدوه وهو يساعد معاهم. النموذج داخل المدرسة في التدريب على النجارة، التدريب على الاقتصاد المنزلي، التدريب على أمور الحياتية العادية المهنية جزء أساسي من المقررات الدراسية في هذا المجتمع وفي مناهج هذه الدولة، وبالتالي بيطلع بني آدم يستطيع أنه يكون بيت أو يبقى عنده أسرة ويتحمل المسؤولية. الجوانب دي جوانب إيجابية مهمة المجتمع الغربي بيغرسها في نفوس الأبناء، وإحنا ما بنشوفها بنقول ياه إيه ده، هذه أمور لا نعرفها. لا طبعا، هذه الأمور سهل جدا أن احنا نطبقها عندنا لما يبقى في بيت إيجابي وأب إيجابي، وأكيد حضراتكم إيجابيين وأكيد حضراتكم بتربوا هذه القيم. ولما المدرسة عندنا تغير خصالها وتبدأ تهتم بالأطفال وتهتم بالأبناء وتغرس فيهم قيمة تحمل المسؤولية التي تأتي عبر ممارسات كثيرة جدا يمكن أن نعرض لها، ولكن المهم كل واحد من حضراتكم يغير من نفسه الأول كيف يتحمل هو المسؤولية،
حتى عندما يأمر أطفاله وأبنائه بتحملها يصبح قادرين على تحمل المسؤولية كما يتحمل هذا النهر المياه التي تأتي عبر الأشهر القادمة ليذهب بها حيث تم التجهيز وعدم هدر المياه في دول تحترم الماء الذي ينزله الله عز وجل إليها وتعرف كيف توزعه وكيف تتعامل معه بإيجابية. إلى أن ننجح نحن في ذلك، نحن في الانتظار مع تربية والدية وتنشئة والدية حقيقية في أمان الله. السلام عليكم.